لليوم الحادي عشر يستمر الحراك اللبناني المطالب باستقال الحكومة ومحاسبة الطبقة السياسية وتحسين أوضاع المعيشة. ونظم آلاف المحتجين اليوم سلاسل بشرية على طول الطريق السريعة من شمال البلاد إلى جنوبها لتأكيد الوحدة الوطنية وعدم التراجع عن مطالب الحراك. عم نطالب بحقنا تصير بلدنا أحلى ولأولادنا ولألنا. نوصل رسالة محبة، رسالة تضامن لكل الشعب اللبناني من كذا منطقة. عم نفرج الصورة الحضارية والصورة المسالمة لهالحراك، وإن شاء الله يعني بيكون بيوصل يعني لأكبر عدد من العالم. الشارع مبدئيا لجمعة الجاي او الى ان نحقق مطالبنا، بس كمان نحن بدنا نفكر بالعالم اللي ما قادره تعيش بظل التسكير او اللي بتعيش على اليوميه. يعني عم نضحي هيدي الفتره على امل بعد جمعه جمعتين ثلاثه اذا الاشياء تسيسرت وتحسن الوضع الكل يبين بالاخر ايجابي على كل البلد وعلى كل اصحاب الشركات، لانه لنكفي هيك بهيدا الوضع ما بيمشي الحال لحدا. ثوره اكيد بده يفوت عليها مندسين، وبالعكس هذا بيقوي عزيمتنا، ونحن حتى حاطين بذهننا انه بيكون في صعوبات وعرائيل، لان هالمنظومه الفاسده المجرمه يلي بتستفيد مليارات الدولارات بالسنه مش حتتنازل عن السلطه وحتتبع كل الاساليب العفنه واللا اخلاقيه لضرب الثوره. فنحن مصممين على المسيره للنهايه وحتى ازاله هيدي الطبقه الفاسده، ولا يمكن نتفاوض نحن وياهم. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت صالح حليفي القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، وأيضا معنا عبر سكايب من بيروت الناشطة السياسية ندى أيوب. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيدة ندى، أخبرينا عن الوضع، هناك سلاسل بشرية للمطالبة أو الاستمرار المطالبة بالمطالب التي رفعت منذ اليوم الأول، استقالة الحكومة وأيضا إصلاح الفساد ومحاسبة الفاسدين. مساء الخير، يعطيكم العافية. صحيح نحن اليوم باليوم الـ11 للثورة، بكرة اليوم الـ12، زخم الشارع بعده موجود، الناس عم بتقول لا عودة عن الشارع حتى تحقيق المطالب. هذه الناس خرجت بانتفاضة أو ثورة إذا صح التعبير بسبب المطالب المعيشية والاجتماعية والوضع المزري اللي كانت عايشة فيه، خرجوا من طوائفهم، من مناطقهم، خرجوا من انتماءاتهم السياسية، خرجوا من أحزابهم وألوانهم، وتوحدوا ليصير اليوم، وصار الشارع اللبناني مكون أساسي بمعادلة بناء لبنان الحديث. هيدي الناس آمنت بأنفسها للمرة الأولى، هيدي الناس سحبت الشرعية والثقة من السلطة السياسية، على أقل تقدير إذا فينا نقول على كافة الأراضي اللبنانية خرج مليون لبناني، هن بالبداية أعطوا الثقة والشرعية لهذه السلطة، واليوم باليوم الحادي عشر وقبله سحبوا هذه الثقة من هذه السلطة، ولذلك عم يطلبوا باستقالة الحكومة وذهاب إلى حكومة انتقالية. لا يؤمنون بأن هذه السلطة التي حكمت البلاد منذ التسعينات حتى اليوم أنها تمتلك أو أنهم يثقون بها إلى درجة يقبلون بورقة إصلاحية إن كانت التي أعلنها الرئيس الحريري أو حسب المعلومات ورقة جديدة يجري إعدادها. اليوم الناس رافضة أي حل من هذه السلطة لأنها لا تثق بها، أعطوهم ثقة على مدى 30 سنة. اليوم عم بيقولوا ما بدنا هذا الطاقم السياسي كله، بدنا ناس جديدة لأنه نحن سحبنا منكم هذه الشرعية.
نعم، ابقي معي سيدة ندى، أعود إليك مرة أخرى بعد قليل. سيدة صالح، المتظاهرون مستمرون في الشوارع لليوم 11 على التوالي، ولا يبدو أنهم سيعودون إلى بيوتهم إلا بعد تحقيق مطالبهم كما تقول ضيفتنا في هذا السياق. هل تعتقد أن الأساس في لبنان ورؤساء الأحزاب والطوائف وما إلى ذلك لديهم القدرة على تقدير هذا الموقف وتحقيق المطالب التي يرفعها المتظاهرون؟ طبعا المشهد في الشارع اللبناني هو مشهد معبر عن مدى التراكم الذي يعيشه المواطن اللبناني منذ 30 سنة كما قالت الزميلة ندى، السيدة ندى. هذا التراكم أدى إلى خروج المواطنين اللبنانيين من كل انتماءاتهم و إعلاء الصرخة في الشارع، إعلاء صرخة بمطالبهم وحقوقهم، هي ليست مطالب، هي حقوق يريدونها من هذه السلطة على مدى السنوات التي مرت في السابق. صحيح المشهد مستمر، واضح من في الشارع الزخم الشعبي متواصل. هذا الأمر يجب أن يعني يضع القوى السياسية المعنية تحديدا أمام مسؤولياتها. نحن كحزب التقدم الاشتراكي نعرف تماما أن لا يمكن التغاضي أبدا عن حقوق الناس ومطالب الناس، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج الذي كان سائدا، ونتحمل جزء من المسؤولية في المراحل الماضية، ولكن في المرحلة القادمة علينا أن نكون أمام هذه المسؤوليات وأن نقدم للمواطن اللبناني الحد الأدنى مما يطلبه في هذه المرحلة، وبالتالي لابد من الخروج بخطوات جريئة. واضح أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة لم تلبي تطلعات الشارع، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطوات جريئة جذرية فعلية، بالحد الأدنى أن يكون هناك تعديل حكومي أو ربما حكومة جديدة تقدم وجوه جديدة تستعيد جزء من الثقة مع المواطنين اللبنانيين، لأن الثقة مفقودة بالكامل ما بين المواطن اللبناني وما بين سلطته السياسية وما بين الفريق الحاكم. هذا أقل ما يمكن فعله مع مطالب في هذه المتظاهرين. ننتقل إلى إذن أنت تتفق مع مطالب المتظاهرين وترى أنكم طبعاً هذه المطالب نعم كحزب تقدمي اشتراكي تتحملون جزءا من المسؤولية، وترى أنه من المفترض في المرحلة القادمة أن يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، لكن المتظاهرين يطالبون بانتخابات جديدة بها وجوه غير الوجوه السياسية الموجودة في هذه المرحلة أو في المراحل السابقة بالكامل. هذا ما كنت أريد أن أكمل الحديث حوله. لا يكفي أن نقدم حكومة جديدة بوجوه جديدة، هذه خطوة من خطوات. علينا أن نقدم أيضا إلى المواطن اللبناني قانون انتخابات عصري على قاعدة لا طائفية، أن ينتخب هذا المواطن اللبناني الذي اجتمع من الشمال إلى الجنوب إلى البقاع إلى بيروت إلى الجبل قافزا فوق كل الحواجز الطائفية والاعتبارات السابقة التي كانت موجودة في البلاد، أن نقدم له قانون على هذا الأساس لتقديم طبقة سياسية أو على الأقل لإدخال وجوه جديدة إلى المجلس النيابي لإشراك المواطنين بمن يمثلهم فعلا في الحكم، إن كان عبر المجلس النيابي أو لاحقا عبر الحكومات الأخرى التي تنبثق عنها. نعم، ابقى معي سيد صالح. سيد، ينضم إلينا عبر سكايب من جبل لبنان عادل يمين، أمين سر الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون. أرحب بك سيد عادل في هذا النقاش. المتظاهرون في الشوارع لليوم 11 على التوالي، ولا توجد هناك قيادة يمكنها أن تقول لهؤلاء المتظاهرون عودوا إلى منازلكم، وهم يقولون أنهم لن يعودوا إلا إذا تم تحقيق مطالبهم، كيف ترى ذلك؟ أعتقد أن لا حل إلا بواسطة الحوار، وقد دعا فخامة الرئيس العماد ميشيل عون المتظاهرين إلى إفاد ممثلين عنهم للتحاور معه حول مطالبهم من أجل تحديد مطالبهم بالضبط وبصورة واضحة، ومن أجل الاستماع إلى رأي الرئيس. أما عملية البقاء على الطرقات وإقفال الطرقات، ولا أتكلم على التظاهر، التظاهر حق، لبل التظاهر مفيد، لأن التظاهر من دون تعطيل الحياة العامة يشكل وسيلة ضغط على السلطة من أجل تلبية مطالب الناس، وخصوصا على القوى التقليدية في السلطة التي كانت تمانع في تحقيق الإصلاح. ولكن إقفال الطرقات من شأنه تأخير الإجراءات والتدابير والقوانين الإصلاحية التي أقرت في الورقة التي صادق عليها مجلس الوزراء، ومن شأنه أيضا
تأخير أي تفكير أو اقتراحات لتعديل حكومي أو تغيير حكومي. لذلك أعتقد أن من مصلحة الحراك وخصوصا الشرائح الصادقة والإصلاحية في هذا الحراك أن تفتح الطرقات، لأن قطع الطرقات يتناقض مع مفاهيم أي حركة إصلاحية، ولأنه يشل البلد، ولأنه يهدد بمخاطر غير حميدة خصوصا على الصعيد الاقتصادي. لذلك من مصلحة الحراك فتح الطرقات ومباشرة حوار مع السلطة. سيد عادل، الأزمة أزمة لبنان ليست في الطرقات، يعني رئيس ميشيل عون وسيد سعد الحريري وغيرهم تحدثوا، وحتى حسن نصر الله ومعنا منذ قليل القيادي في الحزب التقدمي صالح الهدافي، الجميع يقول أن كان هناك أزمات أكبر من ذلك وأن هناك نوع من أنواع الخذلان للمواطن اللبناني. لماذا نذهب إلى ندى أيوب؟ سيدة ندى، هل إذن فقدنا ضيفة سيدة ندى أيوب، ربما نحاول استعادتها مرة أخرى. إذن أذهب إلى سيد صالح. سيد صالح، استمعت إلى ما يقوله ضيفنا سيد عادل يمين، الحوار هو الحل ووقف التظاهر في الشوارع وعدم تعطيل الشوارع والذهاب إلى الحوار مع دعوة الرئيس اللبناني ميشيل عون. لم أكن أستمع جيدا، كان الصوت يعني غير واضح، ولكن في النقطتين التي طرحتهما نقلا عن السيد ضيفنا الكريم، موضوع الحوار، طبعا الحوار أمر جيد وعلى الجميع أن يرحب بالحوار، ولكن الحوار حول ماذا؟ هناك مطالب من الناس واضحة، هناك حقوق اقتصادية معيشية اجتماعية للمواطنين اللبنانيين. المواطنين لا يروا أن هذه السلطة تحقق لهم هذه المطالب أو تؤمن لهم هذه الحقوق، فعلى ماذا الحوار؟ يعني مطالب الناس معروفة واضحة، الخطوات مطلوبة من جهة السلطة، ولهذا كنا ونحن جزء من الحكومة واضحين في موقفنا بأن على السلطة أن تقدم الخطوات. يعني الحوار عادة يجب أن يكون حول أمرين متناقضين للتقريب ما بينهما، أما اليوم هذا أمر مختلف تماما، لا يوجد فريق ممكن أن نتحاور معه. المواطن اللبناني هو الذي يقول نريد حقوقنا، على الدولة أن تقدم له أبسط هذه الحقوق، أو على الأقل أن تقدم له خطوة تعيد إليه الثقة بأن هذه السلطة ستقدم له حقوقه في وقت لاحق. أما في ظل استمرار هذا الانقسام أو الانسداد في الأفق الحالي، لا يمكن الحديث لا عن حوار ولا عن فتح طرقات، ولا يمكن أن تنزلي إلى المواطنين اليوم إلى الشارع وتقولي لهم أخرجوا من الساحات وأخرجوا من قطع الطرقات، فهم يعتبرون أن هذه الطريقة الوحيدة لديهم للضغط على السلطة التي لم تستمع إليهم لمدى 30 سنة. وبالتالي لهذا الخطوة المطلوبة، نعيد ونكرر، الخطوة المطلوبة هي من جانب السلطة، عليها أن تقدم ما يمكن أن يقنع المواطنين بالحد الأدنى أنه يمكن البناء على خطوات لاحقة، وبالتالي نعم. لهذا نعيد ونكرر، تعديل حكومي بالحد الأدنى أو حكومة جديدة. وضحت الفكرة سيد صالح. سيدة ندى، مرحبا بك معنا مرة أخرى. استمعت إلى ما يقوله سيد عادل يمين وهو أمين سر الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون بضرورة الحوار والاستجابة لدعوة الرئيس اللبناني ميشيل عون بالحوار مع المتظاهرين وإخلاء الشوارع من صور التظاهر التي تعطل المصالح في البلاد في هذه الفترة. سيدة ندى، نعم يبدو أن هناك مشكلة مرة أخرى في الصوت. أعود إليك مرة أخرى سيد عادل. سيد عادل، إن كانت مطالب المتظاهرين تبدأ بتنحي رئيس الجمهورية وحكومة تكنوقراط دون لون سياسي، قانون انتخابي جديد، انتخابات نيابية من خارج الطبقة السياسية ورئيس جديد للبرلمان، فكيف تتوقع منهم أن يذهبون للتحاور مع رئيس هم يريدون تنحيته؟ أولا، أنا لم أطلب عودة المتظاهرين عن التظاهر أو وقف التظاهر، فقط طالبت بالامتناع عن قطع الطرقات، وإذا شاءوا البقاء في الساحات للتظاهر والاعتصام، وهذا حق مكرس لهم دستورا وقانونا. أما فيما خص المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، فليس من موقف موحد في الحراك في هذا الخصوص. اليوم استمعت على الشاشات الكثير من المواطنين يقولون إن مطلبنا لا يتعلق ولا يطال استقالة رئيس الجمهورية، بل يتعلق باستقالة الحكومة. فوق ذلك هناك شرائح واسعة من المواطنين
تظاهرت دعما لرئيس الجمهورية، كما أن الناس الذين لم يخرجوا إلى التظاهر مع الحراك هم أغلبية بينة وواضحة، وهي لا تطالب أبدا باستقالة رئيس الجمهورية. فوق ذلك نحن في نظام ديمقراطي برلماني، والرئيس ينتخب من قبل المجلس النيابي، ونحن في نظام الرئيس فيه غير مسؤول سياسيا، الحكومة هي المسؤولة وهي التي تخضع للمساءلة من قبل الشعب أو من قبل البرلمان، وبالتالي الولاية الرئاسية هي ثابتة ولا مجال للدخول في أي مس بهذه الولاية، لأن ذلك يشكل اعتداء على الدستور وعلى نظامنا الديمقراطي البرلماني وعلى الميثاق الوطني. أما فيما يتعلق بالحوار على ماذا، صحيح أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية تكاد تكون واضحة لدى الحراك، إلا أنه فيما يتعلق بالمطالب السياسية فالمطالب هي مختلفة ومتنوعة. فبعض الحراك يريد قانون انتخابي بدون قيد طائفي، وبعضه يريده مع قيد طائفي. طيب سيد عادل، لماذا لا نعود مرة أخرى إلى سيدة ندى أيوب وهي ناشطة سياسية ومشاركة في هذه التظاهرات، ربما يمكنها أن ترد على ذلك. ألو. أيوة سيدة ندى، نحن نسمعك. أيوة. سمعت ما قاله سيد عادل يمين، ضرورة الحوار. نعم، وعدم نعم. التغول على الدستور. سيد عادل يمين عم بيقول في بدي رد على نقطة التفاوض، عذرا على سوء الاتصال والانترنت. عم نقول انه لا تفاوض مع هذه السلطة وحتى مع رئيس الجمهورية قبل تحقيق المطالب، البقاء في الشارع. نحن لسنا هواة فوضى ولسنا هواة انما الشارع يضغط اليوم على الحكومه، وما في ما في ثوره بالعالم صارت بظل دوره حياه طبيعيه. كرمال هيك اليوم نحن باقيين بالشارع ومع قطع طرقات منظم بيمرق الصحفيين والصليب الاحمر والحالات الانسانيه، مش مشكل، ولكن لا عوده للحياه الطبيعيه في لبنان ولا للتفاوض قبل تحقيق مطالب الناس. المطالب واضحه، حكومه إنقاذية ذات صلاحيات استثنائية وتشريعية، تبني بيان نادي القضاة اللي حكي عن آليات لوضع اليد على الأموال المنهوبة. ألو؟ نعم نسمعك سيدة ندى. نعم، لوضع اليد على الأموال المنهوبة، رفع الحصانات عن هذه السلطة والنواب وغيره. نعم وضحت، تكون من خارج الطبقة السياسية ومن خارج جميع رموز الفساد، بمهلة محددة بمهام محددة، تعمل على إقرار قانون انتخابات جديد. الجميع في الشارع، ليس صحيح أن مطالبهم ليست موحدة، الأغلب الأعم يريد إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ مهامها، تحدثنا عنهم، إضافة إلى نعم إلى وضحت الفكرة. وضع قانون سيدة خارج القيد الطائفي. نعم. لبنان دائرة واحدة على قاعدة نسبية. نعم وضحت الفكرة سيدة ندى أيوب ناشطة سياسية، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لضيفي عادل يمين أمين سر الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون، وشكرا أيضا موصول لضيفي صالح حديفي القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، شكرا جزيلا لكم جميعا. نهاية المسائية، نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى في مسائية جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.